مؤمن زكريا رسميا انتقل مؤمن زكريا الى نادي احد. طيب واحده واحده علشان برضو الموضوع ده في كلام كتير جدا يخص مؤمن زكريا. مؤمن زكريا واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي. ابتعد قليلا نظرا خلال الفتره الاخيره لان في مدير فني كارتيرون كان شايف ان هو يعني في افضل منه وكذا 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 ما حضراتكم عارفين. يا جماعه اللعيب صدقوني اللعيب ده اهم حاجه بالنسبه له الملعب. يعني اعمل فيا اللي انت عايزه بس لعبني. اعمل فيا اي حاجه. اخصم فلوس، اعمل كذا، احنا يعني كل الاجيال كده وكل الناس كده. الاجيال السابقه كده والاجيال القادمه كده. اللعيب اللي بيحب كره القدم دايما عايز يفضل في الملعب. وعايز يفضل يلعب على طول، انا بقول لحضراتكم ليه كده؟ لانه مؤمن لو كان اخطا خلال الفتره اللي فاتت لازم تلتمسوا له العذر شويه، لانه مؤمن من الناس اللي استفاد منها النادي الاهلي لمده سنتين او ثلاث سنين، ودايما الحقيقه كان بيفرح جمهور النادي الاهلي. ف البعد عن الملعب بيخلي الواحد على اخره، صدقوني بيخلي الواحد على اخره ومش قادر يتكلم وممكن يعمل اي حاجه، ممكن ينفجر في اي لحظه. اه طبعا يجب ان يكون هناك فارق ما بين لاعب النادي الاهلي واي لاعب اخر، ان لاعب النادي الاهلي عليه ضغط كبير وعليه كذا وعليه كذا وعليه كذا، ولكن التمسوا العذر دائما للعيبه دي، لانه الناس اللي بتلعب بشكل اساسي على طول ومنتخب مصر وكذا وكذا وفجاه يلاقي نفسه ما بيلعبش، صدقوني نفسيا بيتضر جدا 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 جدا، لكنه جوه قلبه جمهور النادي الاهلي وجوه قلبه حب النادي الاهلي بالنسبه لمؤمن زكريا تحديدا. كمان انا بتكلم لان انا يعني ما بتكلم مع مؤمن بيقول لي قد ايه ان هو عايز يلعب عشان بس الجمهور يشوفه، علشان الناس تعرف قد ايه هو نفسه يبقى كويس خلال الفتره اللي جايه. عشان كده دايما بقول لكم التمسوا العذر للاعب. هو هيطلع ست شهور، انا متخيل ان هو هيرجع بعد الست شهور دول في نادي، هيطلع لنادي احد بشكل رسمي، خلاص نزلت على الموقع الرسمي للنادي الاهلي منذ قليل، واصبح مؤمن زكريا معارا لنادي احد السعودي لمده سته اشهر تبدا من اليوم او من يوم الجمعه القادم، وان شاء الله يرجع على اخر هذا الموسم ويعود مره اخرى للنادي الاهلي. الف مبروك. الحقيقه مشكله كانت كبيره لان مؤمن من اللعيبه الكبار وكان عايز يلعب دايما، فلما يسافر ويلعب ان شاء الله يرجع افضل من الاول، وتكون بقى كل الامور اتضحت، وتكون ان شاء الله البطوله الافريقيه دي خلصت. البطوله الافريقيه دي زي ما حضراتكم عارفين ودايما زي ما بتكلم معاكم مضغوطه جدا جدا، في اربع شهور كل حاجه هتخلص. في اربع شهور ممكن تبقى بطل افريقيا، او في خمس شهور ممكن تبقى بطل افريقيا، قبل شهر سته لازم تكون مخلص كل حاجه. فان شاء الله كله مؤمن يبقى كويس في احد السعودي، وان شاء الله يعمل مباريات جيده هناك ويرجع تاني للنادي الاهلي افضل من الاول.